كيف تنظر في فريق لبنان لإعداد تقرير التنافس اللي بنشر على مستوى العالم كل سنة؟ والفريق يعمل تحت إشراف وزارة التخطيط. تحدثنا عن الإدارة في وزارة الصناعة والتجارة والتخطيط على أساس نقل هذه المهمة إلى كلية قرارات الوزارة. ونحن نعمل معنا حقيقة. وخلال تقدمنا لإنشاء مركز وتم الموافقة عليه من جميع الجهات. كان المفروض مايكل بورتر اللي هو كان فاضل في التنافس العالمي انه يجي على الاردن يلقي المحاضره وما استغل الوقت يجي على الاردن يفتتح المركز، لكن يبدو انه ما جاش كثير مشاركين على الدوره بين الغاليه بشكل مش مفهوم كامل. ما دفعولوش كفايه. فاحنا مركز عملناه وحين انتقال الدكتوره سارة عربيه حتى تنتهي من دورتها في جامعه سانت لويس في الولايات المتحده بعد الفصل هذا ونبدا العمل ان شاء الله. فوجدتنا كتاب وزارة التخطيط التعاون الدولي ممكن يوفق في المنطقة. بدر المساني أحد أعضاء الهيئة التدريسية حتى يشارك بإعداد تقرير التنافس الثالث. واللي راح يكون حول نقل المضالع برا من البحر والجو والسكك القديمة. وطبعا راح نسمي الدكتورة تارة بصفتها هي الدكتورة في هذا الموضوع. وإن شاء الله راح نقل المنظمة إلى الكلية تقريبا جدا، أتوقع العام القادم إن شاء الله. موضوع احنا مهتمين فيه لانه موضوع التنافسيه في نوع من الاهتمام السياسي ايضا وليس فقط اهتمام تقني. ف من هون اخر تقرير انت يا دكتور اخر تقرير جديد صراحه كان سيء على الاعداد. تراجع كبير من 50 من تراجع للسبعة لا تراجع للسبعة ستين. لا في يعني في تراجع. 15 نقطة نواتي. فأنا بدي أنا ما عندي مشكلة بأنه يضل هم يمكن الدولة بتحب يضل المركز عنده ما عندنا مانع. إحنا يعني إذا بنوصل صيغة دكتور إنه حتى لو كبقي عندهم خليه يكون بإدارتنا أو بالاشتراك معنا. صار الحكي على أساس إنه تأنسوا ستين. بالضبط. هو لو سمحتوا لي هو المدير التنافسي حقيقة لا يقدر جهات مستقله مو ذات جامعه. وبالتالي لو اعطونا تقرير انسانيه يكون يعني اجراء سليم وحسب المعايير الدوليه. نعم. فاعتقد الان قادر نحن نمشي احنا. انا انا بهمني الموضوع من اهتمامي بالاردن. يعني نريد ان نخدم الاردن لانه لا يخدم جيدا في الوضع الحالي. في الوضع الحالي ليس هنالك خدمه حقيقيه بالمستوى المطلوب للاردن من خلال الخدمه اللي عم تقدم لهذا المركز. فيعني اور انترست هو لخدمه وطنيه وليس لاي سبب اخر. دكتور جواد بعد الاستاذ بيت. شكرا. بحكي ليس اهم. شكرا سيدي. بس هي عوده لموضوع المركز التنافسي، ما في مركز تنافسي حسب علمي وزارة التخطيط وفي دراسات تنافسية. يعني هو لما انشأ المركز وذكر دكتور هشام انشأ فقط وجاب بورتر يعني هو اشرف هو على دراسات التنافسية القطاعية. يعني عنده اربع خمس دراسات من الاسمنت والسياحة والان ترانسبورت ترانسبورت والحقيقة انه ما طورش يعني اساليبه في عملية الدراسات وما اخذتش الدراسات هذه كمان بالقدر الكافي من الجديد لما انجزت. لذلك مع دكتور هشام ان بالعكس اخذ هذا الدور مهم جدا يخلون جهه محايده وعلميه يعني فوز ريبيتيشن. وفي كثير من البلدان المهمه مركزه في جامعات. مركزه في جامعات فلذلك في رايي ان هذا يخليك تتاتش مع الوالد كمان الفورم لانه هو الوالد كمان الفورم هو اللي يسوي هذا التقرير بصدره طب هل ممكن ان الدكتور جواد اذا بيسمح انه يعاون او يشرف على الدكتوره تالا في الفولو اب مع الوزاره؟ بشتغل معها. لا بالعكس انت موجه انت استاذ الجميع. لا استاذ الجميع. فاذا كان يعني لأن الدكتور جواد له يعني اولا علاقاته وله خبرته في الموضوع. فاذا كان بيوجه تالا لكيفيه يعني مثلا احنا قدمنا اقتراح لاداره المركز مش هيك؟ انشاءه وادارته. فبنعطي البروبوزل للدكتور جواد تو فاين تيون ات وهاو تو امبلمنت ات. شكرا.
دكتور لايت وبعدين في عدة أشخاص درسوا تحت قوة الغربي موجودين في الأردن منهم يوسف منصور ومسلم بركات ودول ففي عندنا زرقة من الكفاءة تعليم قديم قوة فيمكن نسوى تجمع نلجأ لهم ونشوف كيف نقدر نستفيد منهم هذا واحد اثنين كثير منيح انه عم يشتغل هلا بمجال الانوفيشن لانه بورتر نفسه عم بيقول انه الاسس ويل كومبتتفنس فور انوفيشن وذيس از فيري جود. الشغله الثالثه احنا هلا بمشروع سابق عم ننشئ شيء اسمه انوفيشن كلاسترز وهلا بعثت مسج وسالت اذا في جامعات داخلين فيها بدي بكره ابعث للجامعه هون تو بي بارت اوف ات لانه انا بكون كثير مهم في انوفيشن كلاسترز رح يكون بالاي سي تي والميديكال سيرفيسز وبعده كلاسترز ثانيه بيعطينا اوبورتيونيتي لريل لايف اكسبيرينس من الاردن. ذيس از جود ان شاء الله بس الاستاذ بسام ودكتور هشام ببعث دعوات اي ثينك ببلش الاسبوع الجاي اول مجموعه اجتماع. فيري جود ثانك يو فيري ماتش سيدي. اشكرك سيدي. احنا بس قبل ما ننتقل يعني مثلا هل نعمل ادفايزري جروب من هدول الطلبه اللي من اللي درسوا على بورتر؟ اي ثينك ذس ويل بي يوزفول اي ثينك اتس نايس. هدول اللي تربوا على ناس هدول اللي اشتغلوا. طيب انا بقول اذا كان نعملهم ادفايزرز ان ادفايزري جروب للبروجكت تبعنا للبروجكت تبع الكومبتيتيف بس سامع مباسم دكتور الاخي اخي ليث بيعطينا اكسس عليهم ونجمعهم ونعملهم هم اللجنه ونضيفهم للبروجكت اللي اقترحناه للدوله انه ذيس بيبل هو تريند باي بورتال ويل بي ذا ادفايزر جروب. ممكن يعيدوا تقرير درس نعم سيدي. عم تعطينا فكرة كتير منيحة. أنا بحب إنه نعمل لنا سيمينار عن الكومبتيتيفنس خصوصا اللي بيشتغلوا في الدولة وفي الإعلام وفي المهتمين نشرح فيها عملية تحديد الرانكس بموجب الـ This is a good and important seminar. سيمينار خصوصا للجهات الحكومية اللي هي involved في تحضير التقرير.